أيها الإخوة الكرام، في دنيا العروبة والإسلام، نظرا لشدة الآلام التي تنتاب أمتنا لما جرى أخيرا ومؤخرا على الساحة العربية والإسلامية، فنحن مضطرون أن نقدم اعتذارنا للبطل صلاح الدين الذي طرد الفرنجة القدامى من بلاد المسلمين، ونحن بأخطاء كبيرة ارتكبها بعضنا أعدناهم إلى بعض بلاد العرب والمسلمين. فعذرا لك يا صلاح الدين، عذرا لك يا صلاح الدين وألف عذر، أنت الذي طردت الفرنجة القدامى من بلاد الشام ومصر والعراق، وأنت الذي حررت دمشق والقدس من أيديهم، وقد قلت قولتك المشهورة: لن يرجعوا إليها ما دمنا رجالا. عذرا يا صلاح الدين، لقد رجعوا في المرة الأولى بعد الحرب العالمية الأولى، لما دخل قائدهم دمشق ووقف عند قبرك وقال: ها قد عدنا يا صلاح الدين. فعذرا لك وألف عذر، لقد رجعوا مرة ثانية بسبب أخطاء ارتكبها بعضنا، ولسان حالهم يقول: ها قد عدنا يا صلاح الدين. ولئلا تقلق علينا كثيرا، إنهم يقولون: إنما عادوا كي ننعم بحرية كحريتهم، وسلام كسلامهم، ورخاء كرخائهم. ولا أتمنى عليك يا أيها القائد الفذ أن تسأل: أهم يحققون هذه الأهداف بوسائل من جنسها، أم بالإفقار والإضلال والإفساد والإذلال؟ إنها ردة ولا صديق لها، إنها هجمة تترية ولا قطز لها، إنها حملة فرنجية وأنت غائب عنها. عذرا يا صلاح الدين، فلقد كنت دائما ترتسم معالم الحزن والأسى على وجنتيك، ولم يكن للابتسامة مكان ولا نصيب على شفتيك. فلما كنت تسأل لماذا لا تضحك يا صلاح الدين، فكان جوابك المتكرر: إني أستحي من الله أن أضحك وما يزال المسجد الأقصى بيد المعتدين. عذرا يا صلاح الدين، وأنت الذي وصلك خبر اعتراض أمير الفرنجة أرناط الذي احتل قلعة الكرك في الأردن، ومن هناك راح يقطع الطريق على المسلمين المتوجهين إلى بيت الله الحرام، فكان يقتل الرجال ويسبي النساء وهو يقول لهم: نادوا من ينتصر لكم. فلما سمعت ما قاله أرناط بكيت وانسابت الدموع من عينيك، وقد قلت قولتك المشهورة: أنا سأنوب عن رسول الله بنصرة أمتي. وهذا ما كان منك أيها البطل الذي ما هدأ لك بال ولا سكنت لك جارحة، حتى وفيت بوعدك يوم حطين، يوم انتصرت على ملوك أوروبا وأمرائها، ويوم وقع أرناط في الأسر فمثل بين يديك وذكرته بما قال، وقلت له: يا أرناط، أنا أنوب اليوم عن رسول الله بالدفاع عن أمته. ولم تذكر الروايات التاريخية أنك أيها القائد تأكدت من شخصية أرناط بفحص حامضه النووي. عذرا يا صلاح الدين، وأنت الذي كنت كل مساء بعد أن ترجع من قتال الأعداء القدامى يوم حطين كنت تخلع عباءتك وعمامتك وتنفض ما علق عليها من غبار في كيس، وتجمع ذاك الغبار حيث أوصيت أولادك أن إذا مت أن يضعوا هذا الغبار تحت رأسك، حتى إذا جاء الملكان في القبر يسألانك كما يسأل كل إنسان عند موته في قبره، فإذا رأيا ذلك الكيس من الغبار قالا لك: ما هذا الكيس يا صلاح الدين؟ فتقول: هو غبار الجهاد في سبيل الله، يا سعد بلغ خالدا أن القتال له رجال. عذرا يا صلاح الدين، يا من هزمت الفرنجة القدامى حتى أصبح اسمك على لسان النساء في أوروبا يخوفن بك أولادهن في الليل ليناموا، نم يا ولدي، وإذا لم تنم فسيطلع علينا صلاح الدين. لقد قذفت الرعب في نفوس أهل أوروبا وشكلت لهم عقدة نفسية اسمها صلاح الدين. فعذرا
لك يا صلاح الدين وألف عذر لما حل بنا من بعدك، ومن أجل أن تبقى منسجما مع إيمانك الكبير بالله نقول لك: هان أمر الله علينا من بعدك فهن على الله. ولقد تحققت نبوءة القرآن فينا، فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا، وقد لقينا ذلك الغي. من أجل أن نطمئنك يا صلاح الدين نذكرك بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي دافعت عن المسلمين نيابة عنه: لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله ما يضرهم من كذبهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. فقال مالك: سمعت معاذا يقول وهم بالشام. رواه الإمام البخاري ومسلم، ونسأل الله أن نكون منهم. قال: مستشارك ومرافقك، كنت خاشع القلب غزير الدمع، إذا سمعت القرآن أو تلوته دمعت عيناك، وكنت رحمك الله كثير التعظيم بشعائر الدين، كنت ناصرا للتوحيد قامعا أهل البدع لا تؤخر الصلاة عن وقتها، وكانت لك ركعات تصليها في جوف الليل، وكنت إذا سمعت أن العدو داهم المسلمين خررت إلى الأرض ساجدا تدعو الله بهذا الدعاء: إلهي، قد انقطعت أسبابي الأرضية في نصرة دينك، ولم يبق إلا الإخلاد إليك والاعتصام بحبلك والاعتماد على فضلك، أنت حسبي ونعم الوكيل. أيها الإخوة الكرام، الأمة الإسلامية والعربية تمر بمحنة عظيمة، نرجو أن تكون وراءها منحة ربانية لا شرقية ولا غربية، ولكن علوية سماوية، وتعاني هذه الأمة من شدة لم تشهد مثلها في التاريخ الحديث. نرجو أن يعقب هذه الشدة شدة إلى الله عز وجل، تستحق بعدها أن تستخلف وأن تمكن في الأرض.